مدينة الرياض؟ تقع في حي النسيم، في شرق الرياض، حي النسيم. طيب، واحد جاكم عنده عامل يبغى يدعو للإسلام، أو واحد نفسه جاكم يبغى الإسلام، كيف تتعاملون مع الشيخ؟ طبعا يستقبل في الجمعية، سواء كان الكفيل ومعه من يرغب الإسلام رجل أو امرأة، يكلم الداعية على حسب اللغة، وغالب من يأتي من اللغة الفلبينية، من الجالية الفلبينية، حتى أيضا بعض الجاليات الأخرى التي تتكلم باللغة الإنجليزية، فيحضر الداعية له ويجلس معه ويشرح له عن محاسن الإسلام وعن فضل الإسلام، ثم إذا لاحظ إقباله ورغبته في الإسلام لقن الشهادة، ثم أعطي مجموعة من الكتيبات وأعطي أيضا هدية، ثم استمر التواصل معه لتعليمه أساسيات الدين عن طريق، طبعا كل هذا عن طريق التواصل، واللي يستطيع أن يأتي للجمعية في بعض البرامج والدروس تقام أيضا في الجمعية. طيب، لكم برامج أيضا بعد إعلان إسلامه، يعني يتواصل معكم، تواصلون معه ولا لا؟ بلى، في برامج، يعني في ملتقيات تقام تقريبا شهريا أو كل شهرين، في برامج العمرة، الحج، الدروس. يعني لو مثلا يعني تجد كل جالية الآن عندهم دروس على مدار الأسبوع، يعني على الأقل درسين في الأسبوع، إضافة للتواصل أيضا الخاص. هذه أيضا قضية مهمة لمتابعة المسلمين الجدد، بهذه البرامج يكون بإذن الله تعالى يتابع. وللعلم يعني بعض من أسلم أصبح داعية، يعني الآن الشيخ عيسى معنا الآن، هو أصلا كان مسلم جديد، أصلا كان نصرانيا فأسلم وأصبح داعية، وهو ليس هو لوحده بل غيره أيضا كثر ممن أسلموا. وبهذه المناسبة يعني هناك أحد الدعاة توفي من الفلبينيين، أسلم بسبب مطوية، سلم رجل المطوية وانصرف وتركه، الرجل هذا الفلبيني أخذ المطوية وتركه بعد فترة قراءة فأسلم، ثم تعلم، ثم أصبح داعية، توفي وقد أسلم على يديه 30,000. لا إله إلا الله، هنيئا له. والأجر هنيئا الأجر لهذا الداعي ولمن أعطاه هذه المطوية، ما شاء الله. فطبعا هي في متابعة، طبعا بعد الإسلام وفي متابعة لهم، ومنهم من يكون لديه همة عالية فيصبح داعية فيكون أجره للداعية ولمن أحضره. حتى أيضا بهذه المناسبة يعني الكفيل الذي يحضر العامل أو الخادم اللي عنده وتسلم له أجر، وكل عمل، وهذه قضية يعني يغفل عنها البعض، كل عمل سيعمله من أسلم على يديه، سواء سائق أو خادمة أو عامل أو غيره، لمن كان سبب له الأجر مع الداعية، بل حتى أيضا من يعمل. وهذه بالمناسبة يعني أهنئ الإخوة الذين يعملوا في الجمعية وغيرهم من جمعيات الدعوة، أنهم يؤجرون حتى ولو لم يمارسوا مباشرة، لأن الذي يعمل في الجهات مثلا في الشؤون الإدارية أو في المالية أو في العلاقات العامة أو غيرها، حقيقة كلهم أصلا يعملون لخدمة الدعاة الذين يمارسون الدعوة، فهم شركاء في الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، تبارك الله، الله يوفقنا وإياكم. الأيام هذه في أيام المباركة في رمضان، لكم مناشط في رمضان؟